ننطلق، والله هننجح وننطلق وانا واثق من كده، بس لازم التعليم جناح الانطلاق التعليم، لكن الرافد الجديد الاعلام. والاعلام حضرتك حد انا ممكن تشيلوا دم قدامي عشان ما نخبطش بعض بالميه مثلا ولا حاجه يعني، يعني انا اسف جدا يعني قله الادب والحاجه اللي تقرف اللي كانت موجوده على الفضائيات وكل الناس بتتكلم عليها، شيء يعني يخلينا كلنا نخجل ان احنا مرتبطين بالوسط الاعلامي. انا بقول لك شيء مؤسف جدا انه ينتقل للبيوت والاطفال والاولاد والامهات في البيت، واحد بيحلف بطلاق، واحد تاني بيقوم بيرمي الميه في وش تاني، واحد بيقوم يضرب مسكه في بعض. احنا فين؟ على فكره احنا في دوله محترمه والناس محترمين وعندنا امهاتنا وابنائنا وزوجاتنا محترمين، وهذا ما وما يحدث في وسائل الاعلام بهذا الشكل والواقعة الشهيره، اتنين بيضربوا بعض ويشتموا بعض ويتكلم، ايه السفاهه اللي احنا فيها دي؟ ايه التسطيح اللي احنا فيه؟ ايه الاهانه؟ اهانه لنا كلنا في الاعلام، اهانه لنا كلنا كمواطنين، اهانه للحقل الاعلامي، اهانه للدوله المصريه. انا بقول فين بقى يا نهاوند، فين يا خالد تطبيق القانون؟ اي في قانون، اكيد في قانون معين، يعني اللي حصل في نقابة الصحفيين وجرينا ورحنا وعملنا كذا وكذا بسرعه، نجيب نقيب الصحفيين في عمل انا اراه غير سياسي، رغم انه انا اراه غير سياسي تماما، ان انا اجيب نقيب الصحفيين، نقيب الصحفيين ده منصب سياسي كبير زي نقيب المحامين. زمان كنت افتكر نقيب المحامين ونقيب الصحفيين ونقيب المهندسين يفتكروا احمد الخواجه ويفتكروا الناس القديمه دي حاجه، منصب كبير جدا بيظبط بيعمل توازن سياسي. في نوع من الكبر عند البعض.